انا رايي انه سلطنه عمان هي السلطنه تقريبا من السلطنات الوحيده والدوله الوحيده اللي مش ممكن انها تطبع مع اسرائيل. هذا مين؟ حلو. تفضل ولعه. بس سيبك من لا خليك معي. هذا رزقه. لسه ما قلت الكاج بس خلي رزقك رزق ايش هذه؟ طب كيف تحرق ورقه يا راجل وهو واقف مع القضيه الفلسطينيه؟ طب غير انا بالرغم عن واقف مع القضيه الفلسطينيه انا بقول رزقه لك احرق الورق احرق السلطان هيثم مقابل 100 دولار. لا يا عم احنا شو الشعب اللي وقف معانا بنرفع نلاخر غير هيك خلي لك يوم 200 دولار ولا 1000 دولار يا راجل 2000 دولار احنا ما حدش يعني تقدر تقول واقف هالقد معانا غير ربنا ويمكن الملك هذا كيف بدنا نحرس والله شعب برتفع في الراس وبنقدم له تحيه من اشد من القلوب من غزة وخاصة من فلسطين وخاصة غزة للشعب العماني ورئيس أنا بدي أعرف أنك تحرق هذه الصورة يا بشار مقابل 100 دولار لو 1000 دولار ليش نحرق بنمزحها ولا بمزحها لو كل مال الدنيا ليش طيب يا بشار احنا بندور لحد نصرنا ويقف معنا والشاب وقف معنا نروح نوزع صورته هذا نحط على الراس مين بس هذا رزق يا بشار يعني زلمه وقف معنا حيضل وقف معنا ووقف ثابت يعني فهمت علي بس هذا رزق 100 دولار ولا يمكن بشار طب ليش انا افهم يعني كل العالم ضدنا احنا يعني لما واحد يقف معنا نروح نوزع صورته يعني بدل من نحط قدوه لنا حلو